وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس المحتلة الصحفية الفلسطينية رنات شرباتي. سيدة رنات، مرحبا بكم. يعني أنباء عن اقتحام عدد من الصهاينة لحرم المسجد الأقصى، هل من معلومات أكثر عن آخر تطورات الأوضاع هناك؟ نعم، يعني بداية اليوم كان يوم عصيب على المسجد الأقصى المبارك إثر هذا التصعيد الذي قامت به قوات الاحتلال والجماعات الاستيطانية بالانتهاك بحق المسجد الأقصى المبارك. بداية يعني بدأت انتهاكات الاحتلال منذ فجر هذا اليوم، حيث بدأت قوات الاحتلال بسن حملة اعتقال لمجموعة من المقدسيين، يعني منهم 5 شبان الذين قد عرفوا حتى هذه اللحظة، بالإضافة أيضا للمعلمة المقدسية هنادي الحلواني، يعني وأيضا الصحفي المقدسي أحمد الصفدي. يعني هذه الذي كانت من ضمن من الاعتقالات في أحياء مدينة القدس المختلفة. ومن ثم شهدنا مع صباح هذا اليوم بدأ الاقتحامات الاستيطانية للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال. يعني وصل عدد المقتحمين منذ فترة الصباح حتى ما بعد فترة الظهيرة لأكثر من 1300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. قاموا خلالها المستوطنين بإقامة العديد من الانتهاكات، منها إقامة صلوات تلمودية وخاصة في منطقة باب الرحمة في داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة أيضا للعديد من الرقصات والتقاط الصور التذكارية في داخل باحات المسجد استفزازا للمصلين الذين تواجدوا أيضا منذ صباح اليوم، إضافة أيضا لما قاموا به من جماعات المستوطنين بإحضار معدات للبناء بحجة أنهم سيقومون ببناء الهيكل المزعوم. يعني هذه كانت معدات رمزية في يعني استفزاز مشاعر المقدسيين والمسلمين عامة بأنهم سيقومون ببناء الهيكل المزعوم. يعني خاصة تأتي هذه الاقتحامات فيما يسميه الاحتلال أو يسميه الكيان الإسرائيلي بشكل عام بيوم ذكرى خراب الهيكل. يعني هي ادعاءات الاحتلال باستغلال هذه المناسبات اليهودية لزيادة الانتهاكات على المسجد الأقصى المبارك. يعني أيضا في الوقت الذي تقوم به السلطة الإسرائيلية سلطة الاحتلال بحراسة المستوطنين وحمايتهم، أيضا يقومون بالتضييق على المقدسيين ومنعهم من دخول المسجد الأقصى المبارك. العديد قد منعوا من دخول المسجد إلا بتسليم بطاقاتهم الشخصية على الأبواب، إضافة أيضا لما قاموا به من عمليات اعتقال لشبان وحتى أطفال تم اعتقالهم من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. يعني اليوم كان الأطفال رفع فقط العلم الفلسطيني داخل باحات المسجد الأقصى حتى شهدنا كيف قامت قوات الاحتلال بالتهجم عليه وقاموا باعتقاله واقتياده لأحد مراكز الشرطة في البلدة القديمة. يعني حتى يعني أصبح رفع العلم الفلسطيني هو تهمة بالنسبة للاحتلال، إضافة أيضا ما قام به باعتقال أحد السبان عند خروج اثنان من السبان تم اعتقالهما بعد خروجهم من المسجد الأقصى المبارك. يعني جميع هذه الانتهاكات التي أجل لم تتوقف فقط في داخل باحات المسجد الأقصى، بل أيضا تعدت على في محيط المسجد الأقصى وخاصة على الأبواب. يعني في شهدنا العديد من المستوطنين الذين تواجدوا في منطقة باب القطانين واعتدوا على التجار المقدسيين في منطقة أمام باب القطانين حارس باحات المسجد الأقصى المبارك، وتمت عليهم بالضرب وتخريب محتويات المحلات التجارية، بالإضافة لإقامة صلوات تلمودية من قبل هؤلاء المستوطنين على معظم أبواب المسجد الأقصى. نعم سيدة رناد، من القدس الصحفية الفلسطينية رنات شرباتي، شكرا جزيلا لكم.